بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 91. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ما أعظم المعجزات التي أرسلت له فضيلة الشيخ حفظكم الله، وما واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذا واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هذه شابة تقول بأنها تعاني من سنوات عديدة من مرض نفسي للغاية، ودائما تقول بأنها تدعو بالموت، تتمنى الموت لأخذها من هذه الدنيا. تقول: أنا ضعيفة الإيمان، فهل يلزمني شيء في ذلك وماذا أعمل؟ يلزمك التوبة والصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على المرض، لك في ذلك الأجر إذا صبرت واحتسبت فلك الأجر. نعم. يا شيخ، هذا سائل يسأل عن معنى حديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم، الحديث يدل على أن كل مولود يولد على الإسلام، يولد على الإسلام، والفطرة هي الإسلام، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا الحديث يدل على ما تدل عليه الآية: كل مولود يولد على الفطرة، فإذا حصل عنده انحراف عن الفطرة وإفساد للفطرة فهو بسبب التربية السيئة التي يربيها عليه والداه أو غيرهما. نعم. هذه سائلة تذكر بأنها امرأة متزوجة من 25 سنة ولم تنجب، وتلجأ كثيرا يا شيخ إلى البقاء والمكوث في غرفتها، وتفكر كثيرا وتقول بأنني أريد أن أزهد في هذه الدنيا، هل هذا اعتراض على قدر الله وحكمته؟ البقاء في الغرفة أو في المكان هذه خلوة، خلوة لا تجوز يعني بهذه الصفة. عليها أن تخرج لمصالحها وأن تختلط مع الناس وتجلس معهم وترضى بقضاء الله وقدره، وعليها الدعاء، أن تدعو الله بالذرية الصالحة، والله قريب مجيب. نعم. يقول السائل: الشيخ فضيلة الشيخ، صليت على جنازة في مسجد المستشفى، ولما وصلنا إلى المقبرة صلى الناس على الجنازة فصليت معهم، فهل يجوز فعلي هذا؟ لا بأس بذلك، زيادة دعاء للميت. نعم. يقول: هل على المسافر صلاة السنن الرواتب؟ لا، ليس عليه إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا يترك لا حضرا ولا سفرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر. وأما بقية الرواتب إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت، يعني أتممت الصلاة. نعم. ماجد يقول: يا شيخ، الصاع النبوي كم يعادل بالكيلو؟ يعادل 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا. نعم. من الأسئلة التي وردت يقول: يا شيخ، ما حكم من يقول توكلت على الله ثم
اللهم عليك. لا، يقول توكلت على الله فقط، وإذا وكل أحد يقول وكلت، ولا يقول توكلت عليه، وإنما يقول وكلتك في كذا. نعم. يقول السائل يا شيخ: من أسماء الله المؤمن، فما معناه؟ وهل المعز من الأسماء؟ نعم، المؤمن ورد من أسماء الله عز وجل، وهو الذي يؤمن عباده، يؤمن عباده ويصدق عباده المؤمنين، له معنى. نعم. وأما المعز هذا من صفات الله عز وجل، من صفات الله: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نعم. يسأل شيخ جمعة حسن عن حكم الصلاة في مسجد يقع داخل أسوار مقبرة. لا يجوز هذا إلا إذا كان سكنا لعمال المقبرة، ويكون مفصولا عن المقبرة بفضاء أو بجدار، لأن هذا سكنهم ومصلاهم. نعم. السائل خالد يقول: شيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الذهاب عند بعض الرقاة الذين يقولون بأنهم يستعينون بالجن المسلم أو بالملائكة؟ بارك الله فيك. هؤلاء مشعوذون، ولا يجوز الذهاب إليه، ولا يستعان بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا، فلا يطلب شيء من الجن، ولا يطلب شيء من الأشخاص الغائبين، وإنما يطلب، ولا من الأموات، وإنما يطلب المساعدة من الحي الحاضر الذي يستطيع المساعدة. نعم. السائل عمر يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما موقفنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عليهم؟ هذا مذكور في القرآن: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. يقول السائل: يا شيخ، في بعض الأحيان وفي الصلاة الإمام يركع وأنا لم أنتهي من قراءة الفاتحة، فهل يجب علي إكمال الفاتحة أو أركع مع الإمام مأجورين؟ إذا كان باق عليك من الفاتحة ما يؤخرك عن اللحاق بالإمام فاركع معه لو لم تكملها، أما إذا كان الباقي آية أو بعض آية فأكملها وإلحق بالإمام في الركوع. نعم. يذكر بأنه طالب على وشك التخرج ويريد أن يتخصص في مجال أرغب فيه، ولكن خالفتني في ذلك أمي، فهل هذا من العقوق إذا خالفتها وتخصصت في المجال الذي أرغبه أنا؟ إذا كانت أمك لا تدري عن هذا التخصص وعن فائدته فبين لها وأقنعها، وما أظنها ستعارض إذا بينت لها وأقنعتها ستعارض في هذا. نعم. هشام يقول: شيخ، كيف يغتسل من قام يوم الجمعة وعليه جنابة؟ وهل يتوضأ بعدهما؟ وهل يجزئ الاغتسال الغسل العادي عن غسل الجنابة؟ حسب النية، إذا نواه عن غسل الجنابة فإنه يجزي، وإذا نوى دخول الوضوء معه فإنه يكفي، وأما غسل التبرد والتنظف إذا لم ينوه فإنه يكون من الأغسال المباحة، من الأغسال المباحة. أما الغسل الذي ليوم الجمعة هذا غسل عبادة، فلا بد من نيته، وكذلك الغسل من الجنابة، غسل الحائض من الحيض، هذه عبادات لا بد من النية فيها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هذا أبو عفيف يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم الشرعي في نظركم في عضل البنات في ضوء الكتاب والسنة؟ لا يجوز عضل البنات، وهو تأخير زواجهن من الأكفاء الذين يرغبن في التزوج منهم من أجل أن يطمع في راتبها أو يطمع في شيء من أمور الدنيا، هذا فيه ضرر على موليته وتسقط ولايته عليها وينقلها القاضي إلى من بعده من الأولياء دفعا للضرر عنها. نعم. يقول: أنا في الحرم يوم الجمعة وصليت الجمعة وأرغب أن أصلي العصر، فهل أصلي ركعتين العصر وأسافر؟ لا تجمع العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، وإنما تجمع مع الظهر، فتصلي العصر إذا دخل وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يسأل عن التميمة من القرآن ووضع ذلك على الحلق. لا يجوز حمل التمائم وتعليق التمائم لا من القرآن ولا على الصحيح ولا من غيره. نعم. الشرك الأصغر يا شيخ صالح، هل يخرج صاحبه من الملة؟ لا، الشرك الأصغر ينقص توحيده لكنه لا يخرجه من الملة. نعم. بالنسبة للصوم للمسافر يا فضيلة الشيخ، إذا كان قادرا على ذلك؟ لا بأس به،
في ذلك كان يقدر على الصيام وهو مسافر، الإفطار رخصة إن شاء عمل بها وإن شاء لم يعمل بها. نعم. يسأل يا شيخ أيضا عن التهنئة بدخول شهر رمضان أو بدخول الحج. شهر رمضان ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بدوم شهر رمضان، يقول قد أظلكم شهر عظيم مبارك. فيه أخذ منه العلماء مشروعية التهنئة بدخول رمضان. وأما التهنئة بالحج، لا، هذا ما ورد أنه يهنى بالحج، يهنى بالقدوم من سفر الحج أو من غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، على من يعود الضمير في قوله وجادلهم؟ جادل الناس الذين يعترضون عليك في الدعوة إلى الله، جادلهم بالتي هي أحسن، أقنعهم، بين لهم، ولا تغلظ عليهم. نعم. له فقرة أخرى عن سؤال عن آية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآية أولها: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، إلى قوله: أفأمنوا مكر الله، الذي لا يعتبر النوازل وما حصل لمن قبله من هلاك الأمم بسبب الكفر، بسبب الشرك، بسبب المعاصي، لا يعتبر بذلك، هذا قد أمن من مكر الله. ومكر الله هو الاستدراج، مكر الله هو الاستدراج بالنعم، فلا يغتر بإجراء النعم مع إقامته على المعاصي، فإن هذا استدراج من الله له، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. محمد يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول: هل يجوز لشخص أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله ثم يوصل ثواب ذلك العمل إلى غيره من إخوانه الأحياء؟ نعم، ما تدخله النيابة مثل الدعاء والاستغفار والصدقة، الذي تدخله النيابة يهديه، يجوز أن يهديه إلى غيره، وأما الذي لا تدخله النيابة مثل الصلاة والصيام هذا لا يهدى إلى الغير. نعم. السائل عامر فضيلة الشيخ يسأل ويقول: ما معنى فتنة الممات؟ فتنة الممات فتنة القبر، يعني يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالفتنة معناها الاختبار، فإذا أخفق في هذه الفتنة فإنه يكون في عذاب، والعياذ بالله، عذاب القبر. وأما إذا نجح فقال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يوسع له في قبره وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحها، وهذا نعيم القبر أو عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للمرأة التي لبست البرقع وكذلك ثانية لبست النقاب وأدوا العمرة ورجعوا إلى الرياض، أخطأت في هذا، إذا كانت متعمدة فعليها الفدية، عليها الفدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة، الإطعام والذبح يكون في مكة، وأما الصيام يكون في أي مكان. أما إذا كانت ناسية، لبست البرقع ناسية أو جاهلة، أو النقاب ناسية أو جاهلة وهي محرمة، ليس عليها شيء، ولكن يجب عليها إذا علمت وهي محرمة أن تبادر بنزع البرقع والنقاب وإبداله بالغطوة التي تكون على الرأس والوجه. نعم. هذا السائل عامر يقول: يا شيخ، إذا وقع الرجل في البدعة أو كان مبتدعا وهذه البدعة وصلت إلى مجموعة من الناس وأراد التوبة، كيف السبيل إلى ذلك؟ يتوب إلى الله من البدعة ويتركها، ويبين للناس الذين اغتروا به وعملوها أو اقتدوا به، يبين لهم أنها بدعة وأنه تاب منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، إذا طلبت من صاحب محل سلعة ولم تكن عنده لكن ذهب في الحال وقام بإحضارها من محل مجاور وزود علي في ثمنها التي تباع بها بدون إعلامي، فهل يحل له ذلك؟ أما إذا ما لم تعقد البيع، ما في عقد بيع قبل أن يذهب ويأتي بها، فلا بأس بذلك، تشتريها منه إذا أحضرها. وأما إذا كان في
عقد بيع، عقدتم البيع ثم ذهب واشتراها وأتى بها، فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملك، هذا عقد باطل ولا يصح ما دام أن السلعة ما هي في ملكه وإنما يذهب يشتريها بعد البيع، فهذا لا يصح. نعم. يسأل عن مسألة العينة وصفتها ومثالها. مسألة العينة أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها وينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل سدد للدائن دينه قيمة السلعة المؤجلة، وفي هذه الحال لا يجوز أن يبيعها على من باعها عليه دينا، على من باعها عليه دينا، ولا يجوز لمن باعها دينا أن يشتريها، لأن هذا هو العينة، رجعت إليه عين ماله. وقيل العينة بمعنى أنه يقصد بها العين وهي الذهب ولا يقصد السلعة. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لإحدى الأخوات، تقول الشيخ صالح: ما حكم قول الأم لبعض أبنائها إذا فعل أمرا خاطئا، يعني خطأ إذا كان فيه مخالفة شرعية، لا سيما إذا كان مكلفا، قالت له: الله يزعل منك، أو الله ما يدخلك الجنة، أو الله ما يحبك، بهدف التربية يا شيخ؟ لا، ما يجوز لها أن تحكم على الله بأنه ما يحبه لأنه لا يدخله الجنة، لكن تقول هذا محرم، تبي إلى الله واتركه وابتعد عنه. شكر الله لكم شيخنا الكريم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج. أشكر الحقيقة فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.